الفيرجن الجديد من جوجل يونيفرسال اناليتكس اللي هينتهي العمل بيه بدايه من 1 يوليو 2023. طبعا احنا كنا شغالين على التو فيرجنز عشان الجوجل اناليتكس اللي هو اليونيفرسال اناليتكس او الفيرجن القديم ده كان عليه الهيستوريكال داتا بتاعتنا، وطبعا جوجل خلانا بقى لنا فتره شغالين على الاكونت الشغل الجديد على جوجل اناليتكس 4 عشان يبقى برضو عندنا هيستوريكال داتا، وبعد كده يقدر ان هو يلغي القديم بالداتا بتاعته. طيب ايه الفرق ما بين الفيرجن القديم والفيرجن الجديد؟ ايه الحاجات اللي انا ممكن اشوفها في الفيرجن الجديد وشكل الداتا مختلف وبقى عامل ازاي؟ اولا جوجل ابتدى يغير من اغلب المتريكس اللي هو كان بيتعامل بيها في جوجل اناليتكس اللي هو اليونيفرسال اناليتكس، يعني كان بيتعامل هناك دايما بمبدا ايه؟ او من ضمن المتريكس اللي كانت موجوده الباونس ريت اللي هو اليوزر دخل على سنجل بيج وخرج، هنا المفهوم ابتدى يتغير وابتدى جوجل يركز على حته الانجيجمنت على الويب سايت، فابتدى يبقى في عندنا متريكس تختفي زي الباونس ريت، وفي ابتدى يبقى عندنا متريكس جديده موجوده هي اللي يعني سيده الموقف. طيب ايه المتريكس الموجود عندي حاليا؟ يوزرز، ايفنت كاونتس عدد الايفنتس او الاكشنز اللي اليوزر خدها عندي على الموقع، الانجيجد سيشنز. طيب معناها ايه الانجيجد سيشنز؟ ده بقى من الحاجات الجديده اللي جوجل عملها. قال لك ايه بقى؟ احنا هنلغي مفهوم الباونس ريت اللي هو اليوزر يدخل ما ياخدش اكشن ويخرج حتى لو قعد 10 ساعات عندي. طيب هنا الانجيجد سيشن دي عباره عن ايه؟ اليوزر دخل اخد اكشن او قعد اكتر من 10 ثواني. يعني لو اليوزر قعد اكتر من 10 ثواني وما اخدش اكشن وخرج هيعتبر ان دي انجيجد سيشن، ودي من الحاجات الجديده في الفيرجن الجديد. تمام؟ وزي ما قلت ان هو ابتدى يركز بقى على الانجيجمنت، فافريج مثلا انجيجمنت تايم بير سيشن قد ايه؟ فهنا انا عندي في الجزء بتاع الهوم برضو بيجيب لي كده سنابس من اهم الريبورتس بتاعتي، وبيديني حاجه اسمها انسايتس هنرجع يعني هنشوفها مع بعض كمان شويه عشان اقدر اشوف ايه هي اهم الانسايتس اللي هو مديهاني. هنا مثلا مديني اليوزر اكتيفيتي على مدار الفتره كلها، مثلا بيديني اليوزر دخل على انهي بيج وانهي سكرين. يعني ايه سكرين؟ ده هنا ده الاختلاف الجوهري الكبير التاني اللي حصل عندي بعد تغيير بعض المتريكس، وهي ايه؟ ان انا الاول عشان يبقى عندي جوجل اناليتكس الفيرجن القديم كان بيبقى عندي اكونت او بروبريتي للويب وبروبريتي للاب. يعني لو انا عندي موبايل ابلكيشن انا كمان كنت بقدر اشوف الديتيلز بتاعته من خلال جوجل اناليتكس. طب لو اليوزر دخل عندي نفس اليوزر دخل عندي مره من الابلكيشن ومره من الويب، جوجل كان بيشوفها ازاي؟ كان بيشوفهم اتنين يوزرز مختلفين، فطبعا كانت الداتا بيبقى فيها دوبليكيت فما بتبقاش مظبوطه. فابتدى ان هو يعني يظبط الجزئيه دي في الفيرجن الجديد، انه خلى الويب سايت كويب وكابلكيشن الاثنين في بروبريتي واحده، يعني في اكونت واحد تقدر ان انت تشوف الداتا هنا كلها واحده. فدي الداتا اللي اليوزر لو دخل من الموبايل او دخل من الموبايل ابلكيشن ودخل من الويب هقدر ان انا اشوفها هنا عندي. حلو؟ هنوضح كل الحاجات دي بعد شويه. فهنا بيقول لي اليوزر دخل على انهي صفحات عندك، سواء من الويب سايت الويب اللي هو بيج تايتل او السكرينز. فالسكرينز دي اللي احنا بنسميها لما بندخل على الابلكيشن البيجز بيبقى اسمها سكرينز. تمام؟ طيب ايه كمان؟ ابتدى يديني هنا انسايتس وريكومنديشن، فدي برضو من الحاجات اللطيفة اللي ابتدت تبقى ظاهرة وبارزة عندي. هي كانت موجودة في الفيرجن القديم بس كان لازم انت تدخل وتعمل سيرش، انما هنا هو ابتدى بقى يدي لك ايه انسايتس بشكل كده ايه هايلايتد
عنده. طيب نيجي بعد كده لليوزر جالي منين، فبيجيب لي برضو السورس اللي اليوزر جالي منه. فبرضو هنا جوجل بيديني مين هو اليوزر، جالي من انهي سورس، دخل يعمل ايه عندي على الموقع، وازاي بمونيتايز منه. يعني ايه بمونيتايز منه؟ يعني بكسب منه ازاي. طيب الجديد هنا في جوجل اناليتكس 4 ان هو مديني واحد ريبورت، فهو مديني الريبورتس اللي هي باي ديفولت انت لو عايز تدخل تشوفها هتلاقيها. فعندي هنا الريبورتس اللي موجوده ريل تايم برضو، يعني بقدر اشوف الريل تايم اللي هو عدد الناس اللي موجوده، مثلا كانت موجوده عندي اخر 30 دقيقه، بقى مش اخر 5 دقائق، لا اخر 30 دقيقه عدد الناس اللي كانت موجوده قد ايه، الناس دي دخلت لي من موبايل ولا تابلت ولا ديسكتوب، دخلوا لي من انهي مناطق عندي على الماب بتاعتي، الناس دي جات لي من انهي سورس، الناس دي جات لي عدد اليوزرز قد ايه، تمام، الناس دي دخلت لي على انهي سكرينز او انهي بيج تايتل، ده اللي هو ايه الريل تايم. طيب الناس دي لما دخلت عملت انهي اكشنز او انهي ايفنتس، عندي حاجه اسمها ايفنتس ودي اكشنز، انا ممكن اقول والله لما اليوزر يستارت السيشن فده اكشن، يعمل بيج فيو ده اكشن، فيو هوم ده اكشن، سكرين فيو اكشن، فيرست فيزيت ده اكشن، وهكذا. فانا بقدر اعرف تفاصيل بقى كل حاجه عن اليوزر ده. طيب لو في كونفرجن، كام واحد اخد عمل الكونفرجن، بمعنى اكشن، ممكن نقول ان الكونفرجن هنا الاكشن اللي بيخلي اليوزر يدفع فلوس، تمام. طيب تعالوا نبدا نشوف بقى لو انا عايز ادخل على الاكوزيشن او اشوف الريبورتس اللي عندي، عندي اكوزيشن اللي هو اليوزر جالي منين، انجيجمنت هو عمل ايه عندي على الويب سايت، المونيتايزيشن انا كسبت منه كام، وهو مين كديموغرافيك وكتكنولوجي. يعني نفس الفكره القديمه او نفس الريبورتس القديمه، بس في حاجات كمسميات اختلفت، يعني بدل ما كان عندي بيهيفير بقى عندي ايه انجيجمنت، بدل ما كان عندي كونفرجن بقى عندي مونيتايزيشن، بدل ما كان عندي اودينس بقى عندي يوزر. طيب تعالوا نشوف الاكوزيشن، فهنا بيقول لي ايه، انت عايز تشوف اليوزر اكوزيشن ولا الترافيك اكوزيشن سيشنز. طب ايه الفرق، تعالوا نشوف. هنا لو انا هدخل على اليوزر اكوزيشن هيبدا يقول لي اليوزر اللي جالك، جالك من انهي تشانلز، هل جالك من بيد سيرش ولا دايركت. دايركت هو كتب لينك الموقع ودخل على طول، بيد سيرش للاعلانات بتاعه جوجل السيرش، اورجانيك سيرش اللي هو الاس اي او او الفري سيرش، اورجانيك سوشيال اللي هي السوشيال ميديا العاديه، ديسبلاي اللي هي الاعلانات بتاعه جوجل. طيب تعالى هنا بقى نبدا نبص هو بيديني شكل الداتا عامل ازاي. بيقول لي بقى كل تشانل النيو يوزرز منها قد ايه، لان ده هنا اليوزر اكويزيشن، فانا عايز اعرف اليوزرز الجداد اللي اول مره يدخلوا عندي دخلوا لي من انهي تشانل. فهنا هو بيركز على اليوزر الجديد، فاليوزر هنا دخل لي من انهي تشانل، عدد النيو يوزرز، الانجيجد سيشنز قد ايه من كل تشانل، الانجيجمنت ريت، بصوا هنا كل المتريكس اتغيرت تماما، الانجيجد سيشن بير يوزر قد ايه، الافريج انجيجمنت تايم، وايه هي الاكشنز اللي اليوزر اخذها عندي على الموقع. فهنا الميزه ان سهل قوي، الاول كنت عشان تقدر تعمل الايفنت ده في الفيرجن القديم كان لازم نحط اكواد والديفلوبر يتدخل فيها، انما هنا في الفيرجن الجديد سهل قوي ان انت تست او ان انت تعمل سيت اب لايفنت من غير اي كود ومن غير اي حاجه، وهوريكم ده بعد شويه. فممكن يكون عمل بوكينج، يكون عمل بوكل مثلا ريكويست، ممكن يكون عمل اب ريموف، ممكن يكون عمل مثلا اب اكسبشن، عمل فيو للهوم، عمل مونيتايزيشن، عمل ايا كان بقى، كل دي ايه ايفنتس، انا ممكن اختار الايفنت، يعني انا عايز اشوف
عدد الناس اللي عملت ساين ان، فهيجيب لي النيو يوزرز اللي عملوا ساين ان من البيد سيرش ومن الدايركت ومن الاورجانيك، الانجيج سيشن اللي عملوا فيرست ساين ان، اللي عملوا انجيجمنت من الساين ان. فانت تقدر تغير الاسم الايفنت اللي انت عايزه او كل الايفنتس براحتك. طيب الكونفرجنز هنا المفروض اللي هي ايه؟ الحاجه اللي بتجيب لي فلوس اللي هي البرشيزنج. تمام. الناس معايا؟ معاكي. تمام اوكي يلا بينا. طيب يبقى احنا رجعنا تاني هنا، كنا بنتكلم في الجزء بتاع الاكوزيشن من ناحيه اليوزر، فانا بقدر اشوف كل التفاصيل بتاعه النيو يوزرز بتوعي كنيو يوزرز، انجيجد سيشنز، انجيجد ريت، انجيجمنت ريت، وانجيجد سيشن بير يوزر، واقدر اشوف كل الايفنتس او اختار ايفنت معين او اكشن معين. زي مثلا عايز اعرف عدد الناس اللي شالت الابلكيشن بتاعي، عايز اعرف الناس اللي شافت الهوم بيج، او عايز اعرف الناس اللي عملت بوك ريكويست، الناس اللي عملت اول مره زياره، عايز اعرف الناس اللي عملت بيج فيوز، عملت سكيدول فيزيت، ايا كان بقى. طيب بعد كده انا عايز اعرف الناس اللي اشترت، اخذت اكشن الشراء، الناس اللي عملت اد تو كارت، الناس اللي عملت مثلا تشيك اوت. فالكونفرجن هنا هي كل حاجه ليها علاقه بالبرشيزنج او بعمليه الشراء بالكلام ده كله. الايفنتس هي الاكشنز اللي ما فيهاش دفع فلوس. طيب بعد كده بيقول لي توتال الريفينيو قد ايه؟ ده كده لو انا عايز اعرف اليوزر اكوزيشن. طيب ترافيك اكوزيشن بقى، الترافيك اكوزيشن هنا بيقول لي بقى الترافيك اللي جالك من كل بلاتفورم قد ايه، او من كل تشانل قد ايه. هنا بقى مش بيقول لي نيو يوزرز، هنا بيقول لي اليوزرز بقى كلهم، عدد السيشنز كلها، وبيبدا يقول لي عدد الانجيجد سيشنز قد ايه. طيب معنى كده ايه؟ ان الفرق ما بين السيشنز والانجيجد سيشنز هو الباونس ريت. يعني احنا كان عندنا الاول ماتريكس اللي هو الباونس ريت، صح؟ اللي هو الناس اللي دخلت ما خدتش اكشن وخرجت. طب هنا اختفى مفهوم الباونس ريت، بس انت تقدر تحسبه ازاي؟ ان انا عندي هنا توتال سيشنز مثلا 11000، بس الانجيجد سيشنز 3000. فالفرق ما بين ال 11000 وال 3000 دول ناس ولا هم اخدوا اكشن ولا هم قعدوا عندي 10 ثواني. فدول اللي هو يعتبروا ايه؟ عملوا باونس ريت. طيب الايفنت كاونتس، افريج انجيجمنت ريت، انجيجد سيشن بير يوزر، وهكذا. بيجيب لي بقى بقيه الايه؟ المتريكس بتاعتي. وهنا بيجيب لي مترك جديد يعني لسه هنبدا نشوفه لاول مره، وهو الدي اي يو والدبليو اي يو، اختصارهم لايه؟ ديلي اكتف يوزرز ويكلي اكتف يوزرز، يعني عدد الناس الاكتف عندك يوميا قد ايه، والناس الاكتف عندك اسبوعيا قد ايه. فيبقى هنا الفرق ما بين اليوزر اكوزيشن والترافيك اكوزيشن، هنا بيجيب لي الترافيك كله، عدد اليوزرز بقى الجداد بالقدام بالكلام ده كله، واليوزر اكوزيشن بيفوكس على النيو يوزر. طيب انا كده قدرت اعرف اليوزرز اللي جولي هم منين، وطبعا ما ننساش ان احنا نختار الفترة الزمنية اللي احنا عايزين نشتغل عليها، لان دي مهمة. انت ممكن تكون بتشوف فترة زمنية معينة بس انت محتاج تبص على فترة تانية، ونقدر ان احنا نقارن برضو ما بين فترة زمنية بفترة تانية، يعني الشهر ده بالشهر اللي قبله، الاسبوع ده بالاسبوع اللي قبله، الشهر ده في السنة دي بنفس الشهر السنة اللي فاتت. تمام. طيب يبقى ده هنا الريبورت بتاع الاكوزيشن. نيجي للريبورت بتاع الانجيجمنت اللي هو لسه جديد عندي بدل البيهيفير. فبيبدا يديني كده انجيجمنت اوفر فيو، الناس لما دخلت عندك عملت ايه، فبقدر اشوف الافرج انجيجمنت تايم، الانجيجد سيشن بير يوزر، كل يوزر عمل تقريبا كام سيشن، افرج انجيجمنت تايم بير يوزر او بير سيشن، عدد الفيوز بقى للصفحات
وللسكرينز الايفنت كاونت، ايه هي الايفنتس اللي اليوزر لما دخل عملها. احنا اتفقنا ان انا هنا بعرف اليوزر عمل اكشنز ايه جوه الموقع بتاعي، ايه البيهيفير بتاعه جوه الموقع عندي. فهنا بيقول لي ادي كل الصفحات اللي هو دخل عليها سواء كانت من الويب فبيج تايتل او سكرينز، بيوريني كده اليوزر اكتيفيتي خلال التايمنج عامل ازاي. وهنبدا نشوف بقى هنا التفاصيل، مثلا ايه هي الايفنتس. فهيمسك كل ايفنت ويبدا يقول لي الايفنت ده حصل اهو، مثلا سكرين فيو. سكرين فيو دي معناها ايه؟ ان هو دخل من الابلكيشن. فانا دخل عندي 22000 او في 22000 مره اتعمل سكرين فيو من الابلكيشن. توتال يوزرز اللي دخلوا من الابلكيشن 1300. الايفنت كاونت بير يوزر، كل يوزر دخل عمل كام اكشن؟ عمل حوالي 17. طيب توتال الريفينيو من الايفنت ده قد ايه؟ فيبدا يكتبها لي. بعد كده يوزر انجيجمنت، عندي سيشن ستارت، عندي بيج فيوز، وهكذا وهكذا وهكذا. بقدر اشوف برضو معايا هنا بقى ايه حته مختلفه لحد 250 رو. الاول كنت بشوف لحد 5000 رو، هنا انا بشوف لحد 250 رو بس. ماشي، فادي كل الايفنتس بتاعتي. طيب ده هنا الايفنتس. طب الكونفرجنز، احنا اتفقنا بقى ان انا عندي ايه؟ اد تو كارت، عندي تشيك اوت، عندي بليسد اوردر. فعلى حسب نوع الايفنت برضو بيبدا هنا ايه يديني عدد الكونفرجنز قد ايه، توتال اليوزرز والايفنت ريفينيو قد ايه. طيب ايه هي الصفحات اللي اليوزر دخل عليها سواء من الويب او الابلكيشن؟ فيبدا يجيب لي تفاصيل كل صفحه وكل سكرين، وهيقول لي عدد الانجيجد سيشنز فيها قد ايه، وعدد اليوزرز قد ايه، او البيج فيوز عامله ازاي. فهنقدر ان احنا برضو نفهم ايه نوع المحتوى اللي كان مهتم بيه اليوزر ولما دخل عندي شافه. فهيبدا يجيب لي اهو ادي كل صفحه بعدد الفيوز بتاعتها بعدد اليوزرز. زمان كان مسميها لي يونيك فيوز، انما دلوقتي بقى مسميها لي يوزرز، ده الطبيعي. بيقول لي الفيوز بير يوزر قد ايه، افريج انجيجمنت، الايفنت كاونت. طب ده كلام عظيم جدا، بس احنا لو حبينا نشوف برضو ريبورت تاني زي ما كنا بنشوف كده في السكندري دايمنشن، احنا ينفع نعمل ده؟ شايفين علامه البلس دي؟ علامه البلس دي بتجيب لي سكندري دايمنشن. يعني لو انا عايز اعرف البيج فيوز بتاعتي دي الديموغرافيك بتاعت الناس كايدج وكجندر، هعرف اجيبها. فمثلا كايدج، انا عايز اعرف كل فئه عمريه دخلت على الصفحه دي عملت ايه، فيبدا يجيبها لي. ممكن الجندر، ممكن الجيوغرافي، السيتي والكانتري والريجن، ممكن اجيبها بير تايم، ممكن اجيبها حاجات كتير. فهنا مثلا الناس اللي دخلت عندي من ايجيبت دخلوا على انهي صفحات. لو انا عندي ناس دخلت لي من دول تانية، هيبدا يبان عندي الناس اللي دخلت لي من دول تانية دي دخلوا على انهي صفحات. تمام. طب لو انا قسمتها مدن، هيبان عندي كل مدينة دخلت على انهي ادي صفحة وعملت ايه بالظبط. وهقدر ان انا هنا افهم طبيعة التارجت اودينس اللي جادي دخل عمل ايه، فيبدأ برضو يجيب لي الداتا. تمام. طيب ده كلام عظيم، ده كده الريبورت بتاع الانجيجمنت. عندي الريبورت بقى بتاع المونتايزيشن، وده اللي كان بيوازي الكونفرجنز زمان. مش بس الكونفرجنز، انت لو حاطط كمان اعلانات زي جوجل ادسنس، عندك حاجه اسمها ان اب بيرشيزنج، فده برضو بيبقى موجود تحت المونتايزيشن. مونتايزيشن معناها ايه؟ ان انت بيجي لك فلوس ربح، سواء بقى من اي كوميرس، سواء من ان اب بيرشيزنج، او من اعلانات ببلشر موجوده عندك على الموقع. فدي برضو لو انت موقع اي كوميرس هيبدا يبان عندك الجزء ده. طيب الديموغرافيكس، عايزين نشوف الديموغرافيكس سواء بقى الايدج والجندر بالتفاصيل بتاعتهم. فمجرد ما هندخل عليها هيجيب لي الايدج والجندر، وكمان هيجيب لي اللوكيشن
وهيجيب لي اللانجوج وهيجيب لي كل التفاصيل بتاعت هو مين اليوزر ده. طيب حابين نبص على التفاصيل، فهبدأ أدخل عليها، يا ترى هيجيب لي إيه؟ هل هيجيب لي الكانتري ولا هيجيب لي السيتي ولا هيجيب لي إيه بالظبط؟ فجاب لي هنا الكانتريز بعدد اليوزرز، نيو يوزرز، انجيجد سيشنز، انجيجمنت ريت، انجيجد سيشن بير يوزر، افريج انجيجمنت ريت، عدد الايفنتس، الكونفرجنز والريفين. طب ده هنا للايه؟ للدول. طب انا عايز اجيب السيتيز، عايز اجيب الايج، عايز اجيب الجندر. هنا هقدر ادخل بقى على الدروب داون ده، وده موجود في كل الريبورتس اللي فاتت، انك تقدر تغير في الريبورت الاساسي وتقدر تعمل كمان عليه سكندري دايمنشن. طيب انا ممكن اجيب مثلا السيتيز، ممكن اجيب الايج، ممكن اجيب الجندر، ممكن اجيب الانترست، واجيب كمان عليها السكندري دايمنشن لو انا حبيت. تمام، عايز اجيب اللانجوج بتاعتي، الناس اللي دخلت لي دخلت لي من انهي لانجوجز وهكذا، عايز اجيب معاهم ايا كان بقى الحاجه اللي انا عايزها ديت السكندري دايمنشن، هقدر ان انا ايه ادخلها. وطبعا عندك كم داتا انت ممكن تطلع منه بديسيجنز كتيره جدا تفرق في البيزنس بتاعك. تمام، طيب لو انا بالنسبه لي، طبعا هنا في عندنا بقى جزء التك ده اللي هو الديفايس، و يعني اليوزر بيخش لك من انهي اوبريتنج سيستم، بيدخل لك من انهي براوزر، بيدخل لك من انهي ديفايس. برضو بتقدر ان انت تشوف الداتا هنا البراوزر، تقدر ان انت تشوف الديفايس موبايل وتابلت وديسكتوب اهو، عايز تشوف الاب فيرجن، عايز تشوف السكرين ريزوليوشن، عايز تشوف الديفايس موديل، عايز تشوف البلاتفورم مثلا اللي اليوزر دخل لك منه، هل مثلا اليوزر ده دخل لك من اندرويد ولا ويب ولا اي او اس، فتقدر تفهم اليوزر اللي دخل لك ده دخل لك منين، من ويب ولا اب فيرجن، الاوبريتنج سيستم سوري البلاتفورم مع الديفايس كاتيجوري. فهنا هل اليوزر لما دخل من اندرويد موبايل ولا ويب موبايل، فتبدا تفرق ما بين الام ويب، ام ويب اللي هو الموبايل ويب، والاندرويد ويب والاي او اس ويب، الاي او اس موبايل والاندرويد موبايل وهكذا. تخيلين كم الداتا اللي انتم ممكن تطلعوا بيها، وتقدروا ان انتم تاخدوا قرارات بناء على الداتا دي، لا شيء عظيم جدا 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 جدا. طيب ايه تاني ممكن اشوفه بقى؟ يعني احنا شويه حاسين ان الموضوع كبير، محتاجين ان احنا يعني نركز فيه اكتر. لو انت حبيت بقى تعمل كاستم ريبورت، في عندك حاجه هنا اسمها ايه؟ اكسبلور. اكسبلور دي بقى حاجه عظيمه جدا، بتقدر من خلال اكسبلور انك تكرييت الريبورت اللي انت عايزه، سواء انت عايز الريبورت ده بلانك، انت اللي تختار المتريكس براحتك والدايمنشنز براحتك، او هو مدي لك فورمز مثلا معينه فانت تغير فيها، محتاج تعمل فانل فعندك الاوبشن ده، عايز تعمل باث او تشوف اليوزر فلو، اليوزر اتحرك ازاي عندك جوه الويب سايت، عايز تعمل سيجمنتيشن، فانت عندك كذا نوع ريبورت تقدر تختار النوع اللي انت عايزه، والريبورت اللي انت بتعمله بيتحفظ اوتوماتيكلي، بيبقى موجود عندك تقدر ترجع له في اي وقت. فمثلا بدل ما انا محتاج ان انا كل شهر اختار نفس الدايمنشنز ونفس المتريكس، فلا انا ممكن اسجل له الداتا اللي انا عايزها، وتبقى دي المونثلي بزنس ريفيو بتاعي كل شهر، مجرد بس ان انا بدخل اختار الفتره الزمنيه اللي انا عايزها من هنا، اقول له طبق لي الكلام ده على من يوم مثلا 1 ديسمبر لحد يوم 31، اعمل لي الكلام دوت، انا عايزك تطبقه لي عشان اشوف التفاصيل بتاعتي. طيب ايه التفاصيل اللي انا كنت مسجلاها مثلا قبل كده؟ والله انا عايزه التوتال يوزرز، النيو يوزرز،
عدد السيشنز الايفنت كاونت، هنا انا اللي مختاره كل الكلام ده. الانجيجد سيشنز، افريج انجيجد سيشن ديوريشن، انجيجد سيشن بير يوزر. الله، ده بقى عندي هنا باونس ريت. ما دي المفاجاه بقى، ان كل المتريكس اللي انت عايزها هي موجوده هنا، مفيش حاجه اتلغت. امال ايه اللي اتلغى من بره ده؟ ما انا اللي بره دوت هو بيدي لك ريبورتس جاهزه بتفاصيل معينه، انت عايز تاخد ريبورتس بتفاصيل تانية، فانت تقدر من الكاستم ريبورتس من الاكسبلور انك تجيب الداتا اللي انت عايزها. فعايز تشتغل على الباونس ريت، تمام، عايز تشتغل تعمل ميكس ما بين النيو داتا والداتا الهيستوريكال القديمه اللي هي كانت، او المتريكس القديمه، فده برضو سهل جدا. فانت هنا بتختار، والله ادي الدايمنشنز بتاعتي، انا عايز اليوزر مثلا عايز اجيبهم بير شانل، حلو، فانا عايز الدايمنشنز بتاعتي تبقى اليوزر ده جالي من انهي شانل، وبعد كده بختار بقى المتريكس، عدد السيشنز، عدد الباونس ريت، عدد الانجيجمنت، وبحط له هنا بقى كل، بحدد له ايه يبقى موجود في الكولمز وايه يبقى موجود في الروز، اللي هي التفاصيل دي انا اللي بحددها. حبيت ان انا اغير حاجه مكان حاجه، مفيش مشكله، اهو هيبدا يتغير معايا وبيتسيف اوتوماتيكلي. فانت عايز تخلي الريبورت ده قبل الريبورت ده، عايز تخلي ده بعد ده، براحتك تقدر تلعب فيهم زي ما انت عايز. تقدر تحدد عدد الكولمز، تقدر تحدد عدد الروز بتاعتك قد ايه، عايز تختار الفيجوال بتاع الريبورت ده بطريقة تانية، ده available. فانت لو عايز تعمل فيجواليزيشن للريبورت سهل ان انت تشوفه، عايز تغير من شكل التيبل لحاجة تانية فده متاح، عايز تشوف تعمل الكلام ده بشكل على حسب طبعا الداتا اللي انت بقى بتحطها، فانت محتاج بقى ان انت تغير في مثلا هنا، هو انا عايزاها تبقى بالشكل ده، فبراحتك انت اختار الطريقة اللي تريحك انت او اللي انت محتاجها في الشغل بتاعك. وطبعا تقدر ان انت تعمل اكسبورت للداتا ديت، سواء بقى في جوجل شيتس او في سي اس في، او ان انت عايزها ببي دي اف، عايزها ايا كان بقى شكل اللي انت عايزه، تمام. وتقدر تعمل شير للداتا ديت مع اي حد، فتقول والله انا عايز اعمل شير للداتا دي مع مين، فتحدد له كده الايميلز بتاعتك، مين هو اللي يشوف الداتا دي، حلو. فاقدر ان انا اشير الداتا بتاعتي، اقدر ان انا اختار الشكل اللي انا عايزه، عايز زي ما قلت ان انا اروح مثلا في الاكسبلور واختار ريبورت جاهز او بشكل جاهز، واختار المتريكس فيه والدايمنشنز، تمام، هقدر ان انا اشوفها في حاجات اهي، هو اوريدي عاملها لي بالشكل ده. حبيت تغير في المتريكس، سهل انك تدخل تعمل ايديت وحط بقى المتريكس اللي انت عايزها، حبيت تحط داتا او دايمنشنز تانية، فتقدر ان انت تعمل ده. في النهاية بيبان عندك هنا الفانل اهي، تقدر ان انت تشوف التفاصيل بتاعتها من هنا، ادي الديفايس كاتيجوري، ادي اليوزرز مثلا بتوعك، كل بقى التفاصيل اللي انت محتاجها بقى، محتاج ان انت تبص عليها. طبعا ده هنا الفيرست ستيب، مثلا الفيرست اوبن، الاورجانيك فيزيتورز، السيشن ستارت، فكل يوزر بقى لما بيدخل عندك بيعمل ايه بالظبط، فانت قادر تشوف الفانل بتاعتك. فلو انت مثلا حد اي كوميرس، فتقدر تشوف انا جبت الناس منين، وكم حد ابتدى يدخل على الموقع، كم حد سجل في الفورم، كم حد اخذ الاكشن. فانت هنا سهل جدا ان انت تعمل ده. ممكن تروح للاكسبلور وتختار مثلا الباث، او اليوزر عندك دخل منين لفين، ممكن تختارها بير مثلا كانتري، ممكن تختارها بين سيتي، ممكن تختارها
باليوزر لما دخل بعد السيشنز، بعد ما عمل ستارت عمل ايه جوه الموقع، راح فين مثلا. ممكن تجيبها بالايفنت نيم، ممكن تجيبها بكذا طريقه بقى. يعني شوف انت بتحلم بايه، هتلاقي جوجل بيوفر لك كل الكلام ده. تمام. طبعا جوجل اناليتكس هو فيه تفاصيل كتيره قوي قوي، اكتر من كده ما بنيجي نشتغل بنقدر بقى ان احنا نشوف على حسب الداتا اللي احنا محتاجينها، نبدأ نطلعها من جوجل عشان نقدر ناخد القرار بناء عليها. تمام. طيب يعني اتمنى ان انتوا تكونوا بالنسبة لنا جوجل كده اناليتكس 4، بقينا فاهمين احنا ممكن نتعامل معاه ازاي.